تقتل يا كريمة، بتخنقي روحها، ومش أول مرة تعمليها. أنت مش كريمة، لا أنت مش كريمة، أنت مش كريمة، ومش عايزة أعرفك، أنت مش كريمة. ماما انت كنتي فين؟ وانت مالك؟ انا بس قلقت عليكي، عايزه اطمن. لا يا اختي ما تقلقيش، يعني انت كويسه الحمد لله؟ انا كويسه. عايزه حاجه بقى؟ كنتي فين بقى؟ يا اختي كنت مطرح ما كنت، كنت في 60 داهيه. هتحاسبيني ولا هتفتحي لي واحده؟ تعالي تعالي يا ست زينب، خشي خشي افتحي لي بمحضر، يلا واكتبي في اللي انت عايزاه. ولا محضر ولا حاجه، بس على الاقل كان لازم تقولي لي علشان لما حد يسالني اعرف اجاوب واقول له انت كنت فين. حد؟ حد زي مين؟ مين اللي سالك؟ مين؟ ما حدش سالني، بس احتياطي يعني. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ على فكرة أنا اللي أمك، مش أنت اللي أمي، فهمتي؟ أنا خايفة عليكي يا أمي، أصل في حاجات غريبة قوي بتحصل اليومين دول في البلد، وما بقتش أمان، محدش عارف مين اللي بيعملها. كلامك ريحته وحشة، ريحته وحشة قوي. ماما أنت متأكدة أن أنت مالكيش دعوة باللي بيحصل ده خالص؟ الألم ده عشان يخليك تفكري ألف مرة قبل ما تسأليني، تسألي أمك السؤال ده البايخ الحقير زيك، تفكري مليون مرة. أنا أنضف واحدة في البيت ده، أنا أنضف واحدة في البيت ده، أنا أنضف واحدة في البيت. أنا أنضف من جبرية، أيوة أنا أنضف من جبرية، وما بعملش اللي هي بتعمله. خلاص خلاص يا ماما. ما خلاص ما خلاص، أنت نسيتي نفسك ونسيتي أنا أفكرك. جبرية دي اللي سقت أبوكي من على السلم موتته، وجوزها موت أخويا عبد السلام. أنت نسيتيني ونسيت اخواتك، ومش قادرة تفتكري حاجة، ومش قادرة اشوف القرف اللي احنا شفناه ولسه بنشوفه. انت خلاص خدت البيه بتاعك وقعدتي فوق الجبل تهز رجليكي يا ست الستات. نسيتينا صح؟ انا ما نسيتش، أنا بحاول أسامح وأعيش. ما بقاش له لازمة يا ماما، خلاص كل واحد حسابه عند اللي خلقه. الحالة الوحيدة بس اللي تخليني أقف قصاد جبرية هي إن أخد حقي بالقانون، وطالما ده مش متاح يبقى أنا مش هضيع وقتي وعمري وأقعد أهري وأفكر في الانتقام وبس. قانون إيه يا أم قانون؟ قانون إيه يا أم قانون؟ أنه قانون ده اللي بتتكلمي عليه؟ ها؟ أنه قانون؟ ماما أنا حامل، ولا أنت مش واخدة بالك من الموضوع ده؟ وإيه يعني؟ هو أنت أول ست في الدنيا تحمل؟ طب ما أنا كنت حامل فيك في ريتال وفي شعر، وأختك ريتال ما هي حامل وخلفت وجابت واد زي القمر. أنا ماليش دعوة بيها، أنا مش زي حد، ومش هقبل إن أنا ابني يجي ويعيش في الهم والغم ده. أنا عايزة ابني يجي يعيش يلاقي بيت ويلاقي عيلة، ده اللي أنتوا مش قادرين تفهموه. العيلة اللي أنت بتتكلمي عليها دي لما تاكل حق أهلها وتأذي أهلها ما تبقاش عيلة، تغور العيلة اللي فيها، فهمتي؟ يبقى أنا كان عندي حق،
انت بتعملي حاجه انا ما اعرفهاش. بعمل ايه؟ ومفيش حد تاني يعرفها. انا بعمل ايه؟ ارجوكي اوعي تهزي الصوره دي. هو انت عايزه ايه يا زينب؟ عايزاني انسى اللي فات؟ انسى ابوكي؟ انسى خالك؟ انسى ناديه؟ كل ده ليه؟ عشان حته الصرصار ده اللي في بطنك؟ البيت ده مش هيتهد يا ماما، ولو حكمت انا اللي هقف لك. انا اللي هقف لك، وهقف لجبريه، وهقف لاي حد يفكر ان هو يهد البيت ده. البيت ده بيت جدي وهيفضل موجود، واحفاده هيكبروا وهيعيشوا وهيتبسطوا فيه. ايه ده؟ ما تيجي تديني قلمين احسن، ما تديني قلمين احسن، ولا اقول لك تخين عيار واستريحي. كل ده عشان ايه؟ عشان انت حسيتي ان انت عليتي واحنا ضحت. لا، انا بفكرك، انا مش هسيب حقي ولا حق عبد الله ولا حق المرمطه اللي انا شفتها، مش هنسى. خلاص يا ماما، اعملي اللي انت عايزاه، اعملي اللي نفسك فيه. Thank you.